أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صلابة المصري تطورت وأنه يتحمل ظروفا لم يكن يتحملها قبل 30 عاما. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 72. هو كان ممكن الرأي العام يتحمل ده قبل كده؟ ده معناه أن في حصل تطور كبير جدا في صلابة الإنسان المصري، ما بقاش بالشكل اللي كان من 20-30 سنة قبل كده. وبالتالي اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟ يا ترى كان الأولويات اللي إحنا اتحركنا بيها ونتائجها اللي إحنا فيها كانت ممكن تتأجل ويبقى التحرك حاجة تانية، أو نفضل على حالنا؟ أنا كان تقديري إن الناس، ولما دكتور شاكر موجود معانا ولما جه بقول له الكهرباء لازم تتحل في 2015-2016، قلت له السنة الجاية. يعني في دول قعدت مشكلة الكهرباء فيها لغاية دلوقتي بقى لها 30-40 سنة. ليه؟ هم مشوا بمسار تاني، أولويات أخرى. في ناس كده. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب حل أزمة نقص الدولار بشكل نهائي. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار. لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن إحنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل إيه بقى؟ نهائي. يعني المطلوب ان احنا في مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعدلات تخلي ان حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس، يبقى يكفي الانفاق على هذا الاستيراد. وانا قلت قبل كده احنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين. طيب عملنا كده؟ لا. الناس بقت تستسهل، رجال الاعمال، ان الكل كان بيفضل ان هو يجيب من بره على ان هو ينتج. طالما الدولار متاح هفضل ده ولا اخش في حراك وجهد كبير جدا عشان اخلي المنتج ده في مصر؟ ده اللي حصل الفترة اللي فاتت.